كيف رأى العلماء الكون؟ وكيف ساهموا في تطوير علومه على مدى 400 عام؟ كان العلم السائد والذي تبنته الكنيسة آنذاك أن الكون كامل لا شوائب فيه، وكذلك فإن جميع النجوم والأقمار تدور حول الأرض. تعلم جاليليو من أبيه مبدأ الشك وعدم الاكتراث للمرجعية، وهو الأمر الذي سيجعله في مواجهة الكنيسة حينما يكتشف الحقائق. إن كانت الأرض هي المركز ولا يشاركها أي جرم سماوي في ذلك، فكيف للنجوم أن تحوم حول المشتري؟ لقد خلد اسم جاليليو ونسي آخرون.